السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ النهاردة بإذن الله هنعمل تحدي، وده اول تحدي على القناة. شفنا ناس كتير عاملينه وقلنا مش معنا احنا، لا هنجرب ونشوف هنكسب ايه. معايا ولادي وولاد اختي، هما بقى نشوف كل واحد وحظه. تعالي يا ادهم افتح اول علبة دي يا جماعة. اول علبة دي اللي هي الكيس ابو 5 جنيه، ودي العلبة الكيس ابو 2.5. هنشوف الهدايا بقى هتبقى هنا عاملة ازاي وهنا عاملة ازاي. اول حاجه هنشوف ده حظ زياد اهو. تعالى هنا يا زياد افتح، ده زياد ابني، ده هنشوف حظه. بسم الله يلا افتح ورينا كسبت ايه. كسب ايه ده بقى؟ نزل كده صفاره جميله. تمام يلا ادلق الكيس بتاعك هنا، ما فيهوش اي حاجه تاني اهو. ده الكيس يا حبايبي ابو 5 جنيه، ده حظ زياد كسب اللعبه دي. احنا مع بعض هنحط الهدايا في هنا بقى، هنحط الهدايا اللي هي كيس ابو 5، وهنشوف بقى الهدايا اللي في الكيس ابو 2.5 جنيه هتبقى ايه. بس لسه هنفتح بقى العلبه كلها عشان نشوف. افتح يلا يا ادهم، ده كده ادهم ابن اختي. هنشوف بقى حظ ادهم هيكون ايه. برده صفاره، ايه ده كل الهدايا الصفارات ولا ايه؟ يلا ادلق الكيس بتاعك هنا يا ادهم اما نشوف يا مسهل. حظ ادهم طلع شبه حظ زياد بالظبط. دي بنوتي، دي مريم بقى هتفتح. خدي يا روما يلا نشوف حظ مريم. افتحي ماشي هنا وريني. طب ادلقي هنا في الطبق ونشوف كسبت ايه تحت. مريم كسبت ايه دي؟ اللي هو الحصان وعليه التليفون ده. ماشي ده كل ده يا حبايبي، احنا لسه في العلبه اللي هي ب5. تعالي يا سما، دي سما كده، دي بنت اختي، دي اخت جمال. افتحي يا سما ورينا. هاتي هنا كده افتحي يلا ادلقي ما نشوف حظ سما. سما طلع لها ايه؟ علمين. لا هي سما بسم الله ما شاء الله متفوقه، يعني حتى حظها في اللعب وكده. بصوا قلمين حلوين جدا جدا، هي سما اصلا متفوقه في المواضيع دي. يلا افتح تاني يا زياد، ده دور زياد تاني. افتح انت وحظك، تعالى هنا كده ورينا حظك ايه. انا ابني على طول بيطلع له لعب، ده مش نافع اصلا، هو ابني على طول لعب وكده. فضي الكيس يلا يلا. تعالى يا ادهم افتح حظك. ورينا ايه ده يا ادهم. دي قصه اللي هي الالوان اللي هي لون وارسم بتاعت الاطفال. برضو ادهم لحد ما شاطر برضو يعني سبحان الله، لكن اولادي بيطلع لهم لعب. يلا يا مريومه. مريم عامله التحدي ده مخصوص عشان تلاقي عروسه، وشكلها مش هنلاقي عروسه. لا لك يا روما نحله، اللي هو النحله او لعبه برضو. افتحي يلا يا سما ما نشوف حظ سما، هتلاقي كتاب او كراسه يعني ما تلاقيش اكتر. تعالي هنا كده انا هنشوفها. انا ايه ده؟ بصي طلع لها بسم الله ما شاء الله، لا حظها حلو جدا. فضي يلا معاها، بصوا اللي هي اللعبه دي، وطلع برضو قلم. يعني انا مش عارفه هو عارفين ان سما بتحب الدراسه سبحان الله. امسك كده امسك كده يا ادهم. انا حظي انا بقى نوجه بقى، اما تشوف حظها هيطلع لعب عشان انا تافهه اخر حاجه. كوتشينه، طلع لي كوتشينه هروح العب بيها مع جوزي. يلا افتح الكيس الثاني بقى اما اشوف حظي. اه بسم الله. وطلع لي ايه؟ طلع لي ايه ده؟ يو حامل حامل يا جماعه، عارفين ان انا الحامل بتاع اللي هو استنوا يا حبايبي، اللي هو الحامل اللي هو بيتحط بيتلزق في الحيطه ده. بص عارفين ان انا تبع المطبخ. وحاجه تاني يعني طلع لعبتين موتوسيكل، وطلع موتوسيكل. بص بص يا حبايبي كده احنا خلصنا الكرتونه الاولى اللي هي ب5. ما طلع لناش فلوس خالص، ما طلع لناش اي حاجه، بس طلع لنا شويه لعب حلوين وبوزو كتير. يعني هناكل احنا بقى واولاد اختي وكده، لاني انا مش في بيتي، انا عند والدتي، فهنعمل عزومه بقى على البوزو ده. يلا بقى نفتح مع بعض الكرتونه الثانيه. افتح يا ادهم. ادهم ده الراعي الرسمي بتاعنا النهارده اهو. يا حبايبي احنا اتفقنا ان احنا هنحط اللعب دي هنا ام 5 عشان نشوف الفرق من البوزو ابو 5 ولا ابو 2.5. ده برضو
نفس نوع البوزو بس ده بالجبنه. هنشوف بقى، بص شكله خفيف، شكله في حاجات تافهه يعني. شوف كده يا زياد، افتح هنا يا بابا، يلا هنشوف حظ زياد. زياد هيفتح اتنين ورا بعض ونشوف حظه. ادلق هنا حبيبي، ادلق ادلق كده يا بابا، ادلق. ايه ده؟ وريني كده نبله اهو، طلع له نبله. برده لعبه عاديه خالص اهي، هنا اللعب اللي هي. يلا افتح واحد تاني، افتح واحد تاني كده. حتى كميه البوز اللي فيه مش بتبقى كبيره يعني، ادلق على طول. طلع ايه؟ نبله برده. هو حظ زياده في المرتين، حتى في الكبيره طلع له نفس اللعبه. يلا يا ادهم افتح لك كيسين. ادلو على طول، ادلو وهو هيبان. يوري يويو، طلع يويو اهو. يعني اللعب بتاعت اللي هو البوزو ب 2 ونص ده مش بتبقى مغذيه قوي يعني. يلا ايه؟ طياره. برده طياره اللي هي اللعبه البلاستيك دي، يعني اللعب اللي هي بخمسه بيتهيألي احلى. يلا يا مريومه اهو، بصوا كده مريم مش عارفه تفتح الكيس. يلا يا روما ادلقي. اهو يا حبايبي طلع نبله برضو. هنا سما برضو هتفتح واحد. يلا يا سما ادلقي، نشوف حظ سما. سما المره دي طلعت هايفه، طلع لها نبله. هو شكله خلي بالكوا الكرتونه كلها نبل. يلا يا سما افتحي تاني كده. طلع ايه؟ ميداليه اهو، طلع لها ميداليه على شكل عربيه. انا افتح بقى حظي، تعال امسك التليفون يا ادهم. برضو طلع لي نبله، انا مش عارفه هي الكرتونه كلها طالبه نبل، احنا ما بنعرفش نصطاد. انا بعرف. و هشوف تاني بقى. لا دي فلوس لعبه. طلع لي طياره. لا دي اللي هو اللعبه اللي هي بتتركب دي يا حبايبي اهي. وانا طلع لي طياره. ازاي طلع لي طياره؟ بس خلي بالكم اللي هو الكيس ابو خمسه احلى يعني، بيطلع فيه لعبه قيمه وشكلها حلو. وهنا طلع لي اللي هو الكاميرا دي. وانا طلع لي عربيه حصان. يعني المختصر المفيد ان الكرتونه اللي هي ب 2 جنيه ونص دي طلعت في شنطه خالص زي ما حضراتكم شايفين. هنفتح اخر كيس اهو، وعملنا في ربنا كبير، هنشوف هيطلع فيه ايه. طلع برده ميداليه حلوه، برده مش وحشه الميداليه اللي هي الخشب دي. نبله تاني يا جدعان، ونبله تاني يا جدعان. زياد زهق ومسدس، وده اخر كيس مع زياد. وكان تحدي حلو جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى، لو انت اول مره تشرفيني دوس اشتراك للقناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو وعجبك التحدي ده دوسي لايك. ولو عايزه اي تحدي تاني ان شاء الله هنعمل تحديات كتير على القناه. يا رب بس يكون عجبكم الفيديو. بصوا حبايبي انا هوريكم بس الالعاب برضو دي يا حبايبي، الالعاب اللي احنا كسبناها من البوزو ده اهو، عشان كل حاجه تبقى واضحه قدام حضراتكم. ده ابو خمسه وده ابو 2 ونص. السلام عليكم ورحمه